ومن أسباب الغنى وكثرة المال التفرغ لعبادة الله، ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. وفي رواية الحاكم وصححه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. ما هو التفرغ لعبادة الله؟ قال العلماء: أن تفرغ القلب لله أثناء أداء العبادة. فإذا قمت